السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان؟ كيما كتشوفوا بناتي، اليوم غادي نشارك معكم واحد الشقه ومحلات للبيع مدينه قنيطره اليونس. هنا خوتي دايرين هنا لتحت بحال القيصريه، دايرين فيها كراجات حوانت كيتباعوا، باقا الدنيا خاويه، كاين اللي شاريه وسادو، وكاين بعد الحوانت باقا ما تباعوش. هنا خوتي دايرينها بحال القيصريه، دايرين لتحت كامل لان الارض صلعن بكبيره وفكروا باش يديروها قيصريه. المهم اللي مبيوع انا خوتي راهم مسدودين، واللي باقا محلولين راهما اللي باقا ما تباعوش منهم. اخوتي هذا راه نخلي لكم الرقم التليفون ديال السيد وتواصلوا معاه. الكراج كبير، داير بلاصه الصاله، داير بلاصه الطواليط حاشاكم. المهم الدنيا زوينه، والدنيا صلعن بربدات كتعمر وبدات كتزيان، وكيف ما كيقولوا الناس المحل راه في مكان في مكان راه مزيان، لا سكنه لا محل، راه في مكان راه مزيان. هذا هو المحل، شوف اخوتي شحال كبير صلعن بي، هو هذا مجلج مصبوغ مقاد. وبالنسبه للثمن راه نخلي لكم الرقم التليفون ديال السيد وتواصلوا معاه. هو هذا الباب، دوك اللي مسدودين اخوتي راهم تباعوا، واللي بغى يزيد يصلح فيهم شي حاجه راه غادي يصلح، لان كل واحد غادي يفكر شنو غادي يدير. كاين اللي شاريه وباغي يعاود فيه البيع، هذه هي القيصريه خوتي. هنا خوتي دايرين الطواليط، كاين لافابو، الدنيا نقيه زوينه. هادي خوتي راه في اليونس، الدنيا راه عمرات صلعن بي وزيانات. كاين داك المول، مول مهديه، كاين بيم، كاين الدنيا بصراحه راه عمرات ولات كلها بني. هادو هما الحوانت اللي جاو على الباب، اللي جاو في الدخله. هذا خوتي تا هو باقي ما تباعش. وهنا خوتي غادي نطلعوا الشقق اللي الفوق، اللي فوق منهم اخوتي. هذه 140 متر وصل عن براها كبيره. وبالنسبه للثمن تيقول 84 ويتصايب فيها السنسور وقابله للدعم، فيها الدعم داخلا في الدعم، قالك تقريبا كامل نتباعو، بقاو غير هاد الجوج. المهم هادي هي الدخله، وهاد السيد اخوتي ديما كيدير بصراحه اصلاح زوين. هادي هي الصاله اخوتي، دائما تيديرو الصاله على الباب. هادي هي الدخله، شوفوا صلعن بي على تيساع كاين في الدخله ديال الباب. كتدخلوا كتلقاو هاد الكليسه، هادي الدخله ديال الكوزينه، الكوزينه مهويه فيها واحد الباركو. هادي هي خوتي الكوزينه، كاينه بلاصه الثلاجه مخلينها كبيره وكلها بلاكارات، دايرين ليها الفورنو، دايرين ليها الفران.
هذه هي الكوزينة. هذا هو الفرن والفران، هنا بلاصة الماكينة المواعن. كاملة بلاكارات الفوق والتحت ضاوية. هذا هو الفران، هذا هو الباركو. هانتوما خوتي ملي كتحلي الباركو هنا ديروا الماكينة الصابون بلاصة الشوفو. هنا خوتي ملي كتحلي الباركو هانتوما الصلعان بها، راه داك المول لهي. كاين اخوتي الطوبيس الطاكسيات، بصراحة الدنيا عمرات زيانت. هادي راه كيقولوا لها مهدية جوج، باقي البقاعي خاويين. انا صورنا لكم اخوتي، كانت المغرب ادنات، كان الظلام غير الضو ديال البوله. كوزينه اخوتي زوينه بصراحه، كبيره 140 متر. هاد الشقه فيها 140 متر و84 ويتصايب. هنا خوتي الصالة في جنب الكوزينة، شوفوا الصالة صلعان بها كبيرة. هادي خوتي ديروا فيها جوج تفريشات من حدا الشرجم، ديروا شي تفريشة هكا بلدية وقبالتها ديروا تفريشة رومية. هانتوما خوتي تاني ملي كتحلوا هاد الشرجم، هادي هي الصالة، شوفوا صلعان بها شحال كبيرة، يجيو فيها جوج تفريشات غزالين. ديري لهم هاد الديكورات بالعود، تحطو فيهم هنا الديكور بحال الشريجم من قوشة، ومقبصة ضاوية مصبوغة. هادي هي الصالة، راه كبيرة خوتي. وهنايا دايرة الحمام، مجموع جامع فيه كل شيء. كاين لافابو، كاين بلاصة الدوش. هنا خوتي الباركو صراحة كاملة ضاوية، داير ليهم الكليمة. هذا خوتي بيت، ثلاثة ديال البيوت والصالون وكوزينة. البيت بالبلاكار، هذا خوتي البيت الثاني.